ايوه جنرال. لا انا لسه في الطريق. الناس جاهزين ومستنيين اخر التعليمات. تمام سعادتك، مع السلامه. التواريخ مش مجرد ارقام على ورق نتيجه بتترمي في نهايه اليوم. التواريخ اتعملت عشان تفكر الناس باحداث معينه فما ينسوش، ولو حاولوا ينسوا بنحرك الحدث اللي يجدد الذكرى ويفكروا ان تاثيرنا هيفضل موجود ومستمر. انت على كده مشغل ناس هفق عشان يحصل لك كل ده. معلش يا جنرال، على رأي المثل الويلس قتل عرابي. وعرفت مين الويلس اللي اتوالس عليك يا عربي؟ وعلقته من شعر راسه. على فكرة مش العف اللي اتوالس عليك، العف ضعفك. معاك حق يا جنرال، معلش الواحد ما بيتعلمش ببلاش. طبعا انت جاي النهاردة عشان اللي خطفوك وحجزوك، صح؟ لا يا جنرال، أنا طقصت وعرفت إنهم من رجالتك، بس ما رضيتش أعمل حاجة إلا لما استأذن. ما تعملش يا ناشوري، ما تعملش لما أقول لك. حاضر يا جنرال. طب والشيمي؟ يا أخي الشيمي ده حاجة غريبة جدا. بيدور على المشاكل وبيلاقيها، حاجة غريبة فعلا. أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أرد اعتباري من اللي عمله فيا. مش أنت لوحدك. الشيمي أعداءه بيزيدوا كل يوم. بس أنا الأولى بيه. لو كل الناس فكرت زيك كده هيبقى في صالحه مش ضده. مش فاهم يا جنرال. الفريسة لما يزيدوا صيادينها بتحس بالخطر، ولما تحس بالخطر بتأمن نفسها. احنا مش عايزين الشيمي يأمن نفسه. سيب لي الموضوع ده وأنا هتصرف فيه. ماشي يا جنرال. طب ايه رايك ان انت طلعت نبي؟ يا دي احنا مش متفقين ان ليلتنا هتبقى في ليله واحده. اسكت، انا ما صدقت انا قلت لها وهي وافقت. ده انا حاسس اني بحلم. انت الغرام واكلك على الاخر. اي غرام؟ يا لهوي. امينه تستاهل. واحده رسمت معاها الدنيا ولو انت الدنيا ما فيهاش غير شارع واحد ومكان واحد بنقعد فيه. الدنيا ما فيهاش غير بيت واحد هنسكنه سوا. عارف يا عمي؟ أمينة خليتني أسأل نفسي أنا كنت عايش إزاي قبلها؟ كنت رايح فين وجاي منين؟ أقولك على حاجة، الحياة بدأت عندها. قبل كده كله ما كانش معروف ومش مهم وما كانش أي حاجة خالص. يا ريتك تأثر بقى على اللي فات بدل ما تقلب بينك كده. ليه بتقول كده؟ أنا بعد اللي حصل لي بره والشدة اللي اتشدتها هنا خلاص، ديما بتاع زمان ده انتهى خالص، طلعه من دماغك. هو ده الكلام يا هو ده الكلام. سيبك مني انا بقى خالص. انت اخبارك ايه؟ حدوتك وصلت لفين؟ لسه في دماغك برضو؟ ايه؟ فاكرني شلتها من دماغي خلاص؟ لا انا ما اقصدش، بس انت فاكر يعني ان انت اللي بتحلم وبترسم؟ ها؟ احنا برضو بنعرف نحب. انت عارف انا الامين ايه؟ ما تخافش يعني. ما تخافش يعني. صحوبيتك انت ويوسف حاجه وحكايه انا وامه حاجه تانيه خالص. انا يا ابني بتكلم في الحلال. ماشي. انما ما قلتليش انت خريجة كلية ايه؟ لا انا مش خريجة كلية، انا معايا دبلوم. بس هي ناوية كانت تكمل يعني، بس احنا عندنا في المناطق الشعبية ممنوع البنت تكمل اكتر من كده، ما بيرضوش. بيخافوا عليها تطلع بره المنطقة حد كده ولا كده يضحك عليها يعني. بجد يا يوسف انتوا عندكوا كده؟ امال ايه؟ ناس عبيطة بعيد عني، مش فاهمين ان البنت ممكن تعمل الغلط في قلب بيتها. ولا ايه يا جيجي؟ حق. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. طب ايه رأيكم بقى نسيبنا من الكلام ده ونتكلم في المهم؟ أنا جمعتكم النهاردة عشان نتعرف على بعض بشكل أقرب، فيا ريت يعني. لا يا بابي، أنا عايزة أقول لك إن أنا حاسة بجد إن أنا أعرف جيجي من زمان. حاسة إن أنا شفت زيها كتير. وأنا والله حاسة إني أعرفك من زمان. هنكذب من أولها جيجي ولا إيه؟ مدام غالية بنت ناس، شفتيها فين؟ شفت شبهها يعني. مش فاكر؟ سامية بنت أبلة أدرية. كانت شبهك كده، فتولك وشرحة عينك، بدر مصور، بنت زي القمر. بس بقى ايه، ضحك عليها عيل صايع، خد اللي وراها واللي قدامها، وابوها وعيلتها كلهم اتبروا منها.
نصيبها كان وحش يا اختي وتلطمت في الدنيا. يا جماعه كلام الحوار اللي انتوا فتحتوه مع بعض ده، احنا جايين نقعد قعده حلوه ولا ايه؟ صحيح يا شيم، الا ما قلتليش، انت قلت لي انك محضر لي مفاجاه حلوه. شفتي بقى اديني نسيتي. ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ شفتي يا يوسف؟ شيمي بيحبني قد ايه، جاب لي عربيه. ما تغلاش عليك يا روح. مبروك يا جيجي. بس مش كنت اتعلمها السواقه الاول يا شيمي بيه قبل ما تجيب لها عربيه، ولا انت مش خايف عليها؟ ليه يوسف؟ ما دلوقتي في سنتز كتير قوي بيعلموا السواقه في اقل من اسبوعين. بس انا نسيت معاك دبلون مش كده؟ يعني الموضوع هيطول شويه عشان تستوعبي الكورسات دي. لا الكورسات دي ليكوا انتوا يا بتوع الجامعه، انما احنا في المناطق الشعبيه بنقراها كده وهي طايره. مش كده يا شيمي؟ كده راحت. تدبير حادث بعدد ضحايا كبير عمره ما كان مشكلة. ده ممكن يتعمل في مدرسة، في مترو، في عبارة. الأهم من عدد الضحايا هو نوعيتهم ومكان تواجدهم والأثر المترتب بعدهم. اختار مجموعة نشطة ومكان مفهوش أي شبهة خطر وابدأ التنفيذ. ايه ده؟ كل ما قدرت تورط أطراف كتير كل ما النتائج زادت واتطورت بشكل تلقائي، وأصبح تحديد الطرف الحقيقي شيء في منتهى الصعوبة. يوسف مالك في ايه؟ ابدا مفيش. ازاي يعني مفيش؟ انا واخده بالي انك متضايق من ساعه ما بابي اداه مفتاح العربيه. وانا مالي انا اداه مفتاح العربيه ولا اداه الدنيا كلها؟ ده حاجته وفلوسه ويرميها في الحته اللي هو عايزها. انا اللي مضايقني بس يعني ان ده رزقك انت، نصيبك انت وابنك، ازاي بعطره بالشكل ده؟ ايوه عندك حق، وانا اصلا هتجني من جوايا مش عارفه اعمل ايه وبحاول امسك نفسي. خلي بالك يا غالية، البيت دي مش سهلة، وهتوصل للي في دماغها، يعني هتوصل للي في دماغها، وهتستحمل مننا أي رزالة وأي قلة أدب، بس في النهاية تعمل اللي هي عايزاه. إزاي يعني؟ إزاي إيه؟ ما هي باينة زي الشمس. هتتجوز أبوكي وبكرة تخلف منه حتة عيل وتبقى الروس اتساوت ويقاسمكوا في نصيبكم. معقولة تكون بتفكر بالشكل ده؟ بتفكر بالشكل ده. أمال بتفكر إزاي؟ بتحب أبوكي اللي قد أبوها؟ أنا أعرفها امبارح، أنا دي عشة سنين. تسلم ايدك حبيبتي. الهنا والشفا يا حبيبي. والله العظيم
أنا طول عمري علاقتي وحشة بالفطار، دايما كان يبقى بالنسبة لي أي نقنقة كده بس عشان أشرب سجاير وأنزل أروح الشغل. أنت عارف إن أنا عمري في حياتي ما عملت فطار لحد ولا حتى لنفسي، كانت ماما هي دايما اللي تعملهولي. دلوقتي بقت متعتي إن أنت تقولي اعملي فطار يا نودي وأنا أقوم أعملهولك على طول. طب يا ستي يعني لو على كده أطلب منك كل يوم فطار وغدا وعشا وشاي وقهوة ونسكافيه وهريكي طلبات. أنت عارف يا يوسف، أنا قبل ما أشوفك كان موتي وسمي إن حد يقول لي حاجة وأقول له حاضر، ما طقش أنا كلمة حاضر دي، أهون عليا إني أموت. كنت أفضل كده ألف وأدور حوالين الحاجة وما أعملهاش أبداً، من ماما بقى، في الشغل، من قرايبنا، من أي حد. المهم إن أنا كده يبقى عندي الإحساس إن أنا بعمل حاجة من نفسي. لكن دلوقتي متعتي إن أنت تقول لي نودي قومي اعملي كذا، وأنا أقول لك حاضر يا يوسف. للدرجة دي؟ وأكتر. متعتي إن أنت تبقى راضي عني. إن أنا أشوف نظرة الراحة في عينيك كده لما تطلب مني حاجة وما أعملها لك. ربنا يخليكي ليا. ربنا يخلينا لبعض يا حبيبي.